هي الآن صافرة البداية حضرت من جانب الحكم سلطان عبد الرزاق الذي يبدأ شوط المباراة الأول. الرفاع البحريني يبدأ المباراة بحمد الدوسري في حراسة المرمى، داود سعد، محمد خليفة، سلطان عادل، محمد أو عندنا حسين فريد أيضا حاضرا، عيسى علي، عبد الله مبارك، محمود المواس، إدواردو وميلادين. هذه تشكيلة فريق الرفاع البحريني في هذه الأمسية. من جانب فريق كاظم الكويتي، الفريق الذي يبدأ بحسين كنكوني في حراسة المرمى، محمد الهدهود، كماتشو، فيصل الدشتي، سلطان صلبوخ رباعي خط الدفاع، ولدينا نواف لحميدان القائد، ناصر الوهيب، طلال فاضل، جاسم الشمالي في وسط الملعب، وفي المقدمة يوسف ناصر، ومن خلفه عبد الله الضفيري. هذه محاولة موجودة، ولدينا فرصة في مباراة اليوم لاكتساب النقاط الثلاث ولوضع أولى النقاط في الخزائن، لأن الرفاع البحريني خسر المباراة الأولى من العين وخسر المباراة الثانية من الهلال، والأمر بالنسبة لكاظم الكويتي مشابه، فقد خسر المباراة الأولى من الهلال وبعد ذلك خسارة من العين، وعلى ذلك كلا الفريقين صفر النقاط، حتى لعلها مباراة للهروب من المركز الأخير. وعندنا كرة ملعوبة الآن في المكان الخطير وحالة وممكن الآن خطيرة من جانب إدواردو. هذا هو إدواردو اللاعب الذي يعطي الإضافة هذا الموسم ويأتي هذا الموسم إلى الرفاع البحريني. طبعا تتحدث عن إدواردو، تتحدث عن محمد زعبية اللاعب الذي يغيب عن مباراة اليوم الليبي بداعي الإصابة. أسود لحينية يحاولون لكن كمان تشوف المرصاد في مناسبات عديدة. رمية تماس الآن تنفذ والمحاولة تبدو الآن خطيرة، والفرصة لإدواردو ممكن الآن، محاولة وكرة والمواس يضرب تصويبه، هيا الله، يبدأ الرفاع المهمة بنجاح. الله على أصحاب السعادة، هم من بدأوا بالسعادة. الرفاع يسجل أولا في آخر خمس دقائق من عمر شوط المباراة الأول. حلوة 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 اللعبة الماضية، بدأت بصورة جميلة وكانت الخطورة موجودة وحاضرة، لكن بعد ذلك من أكثر من كرة إلى أن وصلت إلى حسن فريد اللاعب الذي أرسل الكرة بهذه الصورة واستقرت في الشبكة، وعلى ذلك الرفاع البحريني واحد الآن. أسود لحنينية واحد الآن، تقدموا وسجلوا في آخر خمس دقائق من الشوط الأول، غابوا لفترة طويلة لكنهم ظهروا الآن بهدف في مرمى حسين كنكوني، الحارس الذي حاول أن يبعد الكرة لكنها كانت في زاوية صعبة، وعلى ذلك الرفاع حتى اللحظة هدف وكاظم الكويتي لا شيء. والكرة من جانب عبد الله مبارك إلى ضربة ركنية تحولت، تنفذ محاولة فرصة خطيرة الآن، تمت عملية الإنقاذ بنجاح مرة أخرى. المباراة في اللحظات الأخيرة تبدو مثيرة، عملية ارتداد، فرصة، محاولة، المواس راح يعدي وراح يروح لأن لاعب ممتاز، راح لاعب مهاري، ضربة جزاء للرفاع البحريني، وهكذا يقع لاعب كاظم الكويتي الحقيقة في المحظور ويتسبب بضربة جزاء في اللقطة الماضية، وبطاقة حمراء تبدو حاضرة، بطاقة حمراء تبدو حاضرة في هذه اللحظات لمدافع كاظم الكويتي، ونحن نلعب في الوقت المحتسب بدل الضايع. مهارة محمود المواس فرقت، شوف 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 اللقطة الماضية ولاحظ المحاولة الماضية، وعايض الضفيري أحد بدلاء شوط المباراة الثاني هو من تسبب بضربة الجزاء الماضية أمام حكم المباراة سلطان عبد الرزاق اللي ما تردد في إشهار البطاقة الحمراء. مس كان موجود وحالة شد كانت حاضرة، وضربة جزاء تبدو لي بأنها سليمة، وقرار من جانب حكم المباراة كان موفق، وعندنا الآن ضربة جزاء. هذا هو المواس، وعندنا فواز الدوسري حارس مرمى كاظم الكويتي، عاد الآن هو الحارس البديل لكاظم الكويتي، ولو أبعد الكرة القادمة فإنه سيكون في قمة السعادة. وعندنا اللاعب ميلادي، اللاعب الصربي يتقدم في هذه اللحظات، هل يكون الرفاع على موعد مع هدف ثاني؟ نحن من المنتظرين. ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضايع، يتقدم الرفاع من ضربة جزاء وكرة الجول الثاني،
الهدف الثاني للرفاع فعلوها أسود الحنينية، سووها عملوها أصحاب السعادة، ونهاية سعيدة، هم أصحاب السعادة، كسبوا السعادة، كسبوا الانتصار، حققوا فوزهم الأول ليس في مباراة اليوم فحسب، لكنها تاريخيا في بطولات العين لم يسبق للرفاع أن انتصر، واليوم أخيرا يتنفس الصعداء وينتصر. ضربة جزاء كانت سليمة من ميلادين الذي وضع الكرة في المكان السليم وأعلن عن فوز الرفاع البحريني في هذه الأمسية بهدفين. إذن الرفاع البحريني في المركز الثالث وكاظم الكويتي في المركز الرابع والأخير. أيها المشاهدون، أيها المتابعون، أيها العاشقون، مباراة انتهت هكذا. مبروك للرفاع، هارد لك لكاظمة.